السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومتابعينا، مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول صنعاء تخلق أزمة في إمدادات هذه السلعة المهمة. وإلى التفاصيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع عن نقص في المنتجات الكهربائية في إسرائيل نتيجة منع قوات صنعاء سفن البضائع من الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحات عن مصادر في صناعة الكهرباء قولها إنه من المتوقع أن تصبح المنتجات الكهربائية أكثر تكلفة بسبب الحوثيين. وأضافت المصادر أن هناك نقصا ملحوظا في المكانس الكهربائية والثلاجات والخلاطات والشاشات وغسالات الأطباق، ويعود ذلك النقص إلى تأخر الإمدادات من الشرق نتيجة أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر. وقالت إنه بحسب التقديرات سترتفع الأسعار بنسبة 10% على الأقل في الفترة التي تسبق عيد الفصح مع حلول منتصف إبريل القادم. وأكدت القناة الإسرائيلية 12 ذلك، وقالت إن هناك نقصا في إمدادات السلع الكهربائية بسبب الحوثيين. ومنذ نوفمبر الماضي تفرض قوات صنعاء حظرا على وصول أي سفن إلى موانئ الأراضي المحتلة عبر البحرين الأحمر والعربي، الأمر الذي أعاق حركة الإمدادات القادمة من الشرق والتي تشمل العديد من المنتجات منها الأدوات الكهربائية. وأعلنت قوات صنعاء قبل أيام توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المحيط الهندي، حيث تسعى قوات صنعاء لمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من العبور في الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح، والذي كان يستغرق وقتا أطول وتكاليف أعلى، وهو الأمر الذي سيضاعف التأثير على الإمدادات القادمة من الشرق إلى إسرائيل وينعكس على الأسعار بحسب ما يتوقع مراقبون. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.